هلا شباب، صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. نريد نطير الحبريات فصل الصبح، بس قبل لا نطير هين لازم نحبس او نلزم كم تك بدينا حتى لا يخربن علينا الشغل، اللي هن الزبيري والرخته والتيديه والاسود. طبعا شلت هذا الاسود الرخنة السوداء وشلت الزبيري، بس هذا ما لحقت عليه، خليته والله بالخانه، هو الهندي الاسود وهاي الخضراء. شوف فتحت الخانه ما عندي اطلع بطير مال يوم بطانه 7 مدري 8 صار بالسماء انهزمت اختفن. هسه جني تكتك من بين بعد طيور ما زوج احتمال، خلي بس ينزل هذا الاسود ينشلف فوق. ويا تعال شوفوا، وجايبين زوج طيور شباب هسه راكو اياهم، شوفوا هسه ذن اثنين فاتحين طائرات، والله يمكن 8 صار بالافلاك اختفى الراحة. جني قام يجني تك تك، حطن سود حطن ذن البيض. الطيور تريد تطير، بس هسه انا ما اقدر احارش من ورا هذا الادي، بس لا يسوي لنا مكسورة، بس خليه ينزل حتى نطيرها. هذول اثنين خواذ نفس الشكل، وجايبين البارحة جابوا لنا زوج طيور شباب كلش حلوات بصراويات. هسه اصور لكم اياهم، بس خلي عيني على ذني، خلي يحطن وينزل هذا المطي حتى نطيرهن. انا ليش ما احب اجيب طيور جديده شباب من ورا هاي السالفه؟ يعني اذا شكله قوي يظل بالقاع نايم، شويه تخفف الاشكال اكتب الصعد. هسه لا يخليك تطير، لا هو ينزل يفضها. شوف هذا الثالث يمكن هم مالتنا يا جماعه، والله هذا عيال هم مالتنا حسب توقعاتي. هذا حط واحد ذن اثنين ذن كلهن ذن ثلاثة هن صدره ذي البحامر، هذا نزل الغبي ذن طبقة هنا تنسوية. ما ادري هذا مالتي مو مالتي ما اعرف، بس خلي الزم هذا ما تطب نسبح عيد اني هم مالاتنا والله. شو هم شاين قرن فوق بيتناتنا، قلت لكم طارن 7 من 8 صارن بالسماء، قام يجني تك تك. شوف هذا هم جا واحد، هذا هم جا واحد، شوفوا هذا، هاي الطير هاي اعرفها انا هاي. يجي فوق البيت يشنقل، هذا اللي كان طاير هسه جا. هاي الطيارة اللي قلت لكم عليها، خل اراويكم ذني البصار وذني مال صاحبي هنا عمار بارحة، قال لي يا بمجد ذني بصار وجايبين وقال راح ما يلدي ربي قلت له تجيبهن، فجاب لي اياهن. واحنا عندنا صيد يمكن 4 5 هذا تار الدارسين المصبوغ 2 شهادات، هو يحب ذن البيض اعطيته اياه. تعال هاي الاخيره هي حطت، تعال خلينا نشوف البصاره. هاي شوف ذني هم 2 بس مو مالاتنا، ذني بيض شايفين قهوائيات. لايكاتكم شباب، ترتيباتكم، شوفوا هاي البصر وطيور يخبل. هاي شباب ذني البصراويات، اذا ولدتهن بيض طيرة بيها طخة. شوفوا يعني انا صراحة انا احب البصراويات، يعني حتى احتمال اذا لقيت لطيور بصراويات سطح نجيب لكم سطح بصراوي.
صورة. وحتى هو ايش قال عمار؟ قال هذا الطير ما يطير يعني، بس يلعب. كلش حلوات. هسه نفتحهن، بس خلي نطير برا تلعب. والله مبين هو جنحة بيه مجال يطير. هسه انت وقت السبع يطير، انا بعدين سبحة. هاي طار الشباب، بس هو هم قطع يعني، مو كلها قطع. هاك الارث اللي مالتنا مثل المطراحيل اللي بيت. شوف هسه مثلا هاي الطيره ما تطير الرمانيه، هاي ياتها شوف هي يعني مبينه بيها بيضة. طيور ثلاث ارباعهم حمل اقماط شباب. طيور حمل اقماط ما تطير. وحتى الزبيري ما يطير. والله الزبيري يمكن شويه مخرب. شوف ايش عندنا. عندنا ذاك صعد، مين صعد انت؟ من يجيبون؟ بس اشوف هذا السادة قطع. يعني اغلب الفحلة، لا والله هواي فحلة محاطة، بس بيها هواي طيور طائرات من الفحلة. هذا اللي عشان يهوش قبل شوية وجه مطرف اني احط لابخ للكاميرا. انا سوي ينفصل. راح العلم بالزرق. لازم من فوق هم. لازم من فوق والله شباب، ما يسيطر عليها. عندنا اثنين صعدن بالسما شباب. هذا الابيض بيكون وهذا البزرق. شوف هاي الحاله احنا ما نشوفها يعني العصريه. الصبحيه الطير بحيله يبين على حقيقه اللي يريد يسوي فرار. شوف هاي هم تور جديده، واحد جيراننا يطير لي هذا. هاي اللي صدت من عنده قبل كم يوم، يمكن الزبير الاكثر شافه في القناه واجا اعطيته اياه. الزبير المفتور يعني، لاني مقارنة شوفوه بالسوء. كان بعد واحد يوم دمان. اه يا تعالى مقابلة. وابدن اثنين ظل الفوق عاليات، هذا نزل هيات، هذا واحد شوفوه. هذا بدأ ينزل، هذا الحبري. والابيض شوية اعلى هسه كان فوق. شوية راح لي غاد الابيض، هسه يجي. اريد افتح الرافل هم شويه يطيرني حطن. راح نجرب حركه المتناسبه الكتفيت.
ولا تفيد. ما في حركة نقطة. شوفوا شباب شليت المرت اللخ. ذاك نزل واحد لسول عليه هين والحبر نزل وياه. حبر دفن يمكن. هذا اللي بتشوفوه فوق هن. هذا نزل إنه شباب هسه يخف الجزء. شوي شوي يخف الجزء الوراء. شوي شوي الطواية بتجهز. البيها بيض البيها مدري شنو تترتب امورها. استحلنا هذا الابيض. هذا مالتنا ابو قطاير. هو واحد اللاق حبري. هذا الابيض اللي كان معلق. النبيين ترى شباب بس اثنين هيك شكل يعني ابيض وذي الابيض. واحد بزرق واحد دارسيني. يمكن اثنين دارسيني واحد بزرق. بس عندنا طائرات بقى اثنين حبريات. هذا الحبر الجلد. وهذا الحبر الثاني. شو هذا دا يهوش اكثر من مره. راح واجا راح واجا. يا ترى طبق ويا مالتنا. عيني نفتح لرافل لو نحبس الحبريات. يلا نفتح لرافل حتى نصعد من فوق. بارحة شلت البيض اللي جوان كله شلته. بيض الصناعي كنت خاليهن فشلته كله. وش اريد اجيب شباب؟ اريد اجيب هاي الترايش العريضة هيجي اخليها باب السلة يعني من الطول للطول. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حتى تصير اعلى من السلة شوية تغطي. حتى لا يوقع الفرخ لا يوقع لا يخاف الزوق انحلق. شق علي الارتلي. طايرة جلدة وخليه يزوق ويطير وزاجة. هذا الحبر شباب شوفوا. طيارة لو فعل بالله طيارة والله. انا مزوج انت ابي وزوج وين رايح. شوفوا هذا بقى مالتنا الولد اللي يقولون دخله بالسباق. ياته هذا والله ليش يا شباب. كل شيء يرهب. هذا اصلا طير مجهز بس كل شيء راح نقدر جوز بعدين بعد فترة إذا ما عندنا طيور يعني طير قوية وهو أقوى من دخل السباق. شو المشكلة؟ سمو عندنا كراسات عراقية هم راح تدخل السباق عادي ترى. والله شباب صعد بالغيم صار. شباب البارح بالبلكونة تذكرون الفخات اللي صعدناها قبل فترة إنه ماتن كلهن. البارح بالبلكونة هم لقيت فختاية هالكبرى هيجي بس بالقاع. هنا عندي 20 بالبيتونة. وحدة ميتة ووحدة يعني تلاحقت لها البارحة بعد ما صعدت ذبيتها بالخانة. هسه هنا راح يزقنها. ما ادري وين خليتها. هنا ولا هاي هنا ولا ما بعد. لا زاقات تزقنهم. عندنا جواهن فرخ واحد وهي هاي الفختاية. يعني يكون يزقنها خطير. ما اعرف وين اخليها بيا خانة ما ادري. شوفوا شباب عندنا تشينة. هاي ام حاضنة. شوف هاي فرخاتها الاثنين. وذبيت لها فرختين. وهيهم بيضة. هي وتشينة. هاي اربع فرخات جواها. لاني فرختين كان جو الحبريات. يعني حولت من جواها. والله استقبلتهن. يا ابو رحمه الله ولدك.
هاي يكون يزقنها، ما اعرف ليه شباب هاي الفخاتي الطيور ما تزقهن، يعني من هاي العصا اذا ما زقتها نشوف لها فتح حل. وين هذا مالت الحبر ذاك؟ والله بعدني فوق ذاك تشوفوه. خوش طير، وخوش طير، انا من قبل قلت لكم خوش طير، هذا طير ابو البرايقن والله، كان مزاوج وينهزم ويروح ويجي، هو مزاوج اصلا اقوى من الطيور. تحت الارافل شباب شوي طلعن يطلبون الصبحيه مالتهم، صار احنا نتعلم الطيره ايش يسوون. شهادات اليوم ذني بين كم بعد ذني، 1 2 3 4 5 تقريبا جناح كامل. ذني شوية انزلن بعده، شوف النسر شلون شباب، انزلن هيك وضعيته فيرادلن كم يوم. ندبل شوية أكل فوق وصعد. يا من صعدن، يلا انت راسك ايش كبرت صعد، هذا ما صيد بعد. هاي هاي خوش طيرة، هاي شدنا بعد، اصعد انت التار. عافية، واحد واحد لازم. يلا شهادات، طب هاي عجب هذا المكان فوق. شهدنا بعد، انت ما صيد، يلا يلا انت شوي راد نخفف اشكالك. هذا خوش مكان، وين لقيت ان هذا الفوق؟ بس هذا انت، انت يا مصعد عشان المكان هذا شباب. شاد شادك بعد، واحد من الفرخات هذا ارقى دشر. هنطير هذا، انت مين المفروض تصعد هسه؟ صعد هو هاي الطيرة على الطيرة. كلش حلو هذا الدشر شباب، ما ينخاف عليهم ذني الراس، اذا لقفن هذا المكان الفوق والله ما ينخاف عليهم. لك تصعد غد ذني بعد كم يوم هم يصعدن. هذا ما ليه وكذا اصلا نهاية، هذا ما صاعد. الحبري بعده بالسما شباب، طاير حسب توقعاتي. اي والله طاير، تعال تعال يصير خرب عقلي كلش. هذا مكان حلو، ذاك الحبري شوفوا يبين الكاميرا شوي، ما اعرف جاز يحمى مرات. شوفوا وضعية الارافل، هذا المكان محتاط كلش راقي شباب، كلش راقي هذا. خلي حتى علمني حطني هناك عشان هذا يقمز مننا ويقمز مننا ويصعد وينزل مره مرتين ثلاثه، والله بس يكمل جناحين عندني قبل يطير، ولا عليه شيء. شباب استعجلت علي حيل الارافل، يعني انا جبتهن زقينا طلعنا كم تك من يمهن وهلستهن، فالطبيعي يعني لازم يكمل جناحهن
حتى نطيرهم، يعني خو ما طيرن نسللهم هاليس يكمل جناحين. وهذا اعرف اللي مو تقول تار بس يكمل جناحين ان شاء الله كلهم براية. هسه عندنا طيرتين المشكولة همي نفتح اشكالهم هسه حتى يصعدن وينزلن وياهن. نقرب شوية لي وايق عالم تحب الاراضي. هذا الفحل اردف تحت اشكاله من قبل كم يوم ونسيته، هذا الفضي ابو ذي المحرك ذي البايك كل شم. هذا والاخضر مفتوح اشكاله اصلا ما هي الاستلة ابو حلقة الخضرة. هاي تطير هاي شوفوا صعدت جرت فحلها. هذا الجنين الأرافل تقريبا كلها زوجة شباب، كلها زوجة ما عندنا شيء مزوج بيها حسب توقعات، يعني ما متأكد. حتى هاي الكيلوت زوجة فحل، ما ادري هاي الكيلوت تطير ما تطير والله ما ادري، هاي النيشان مالتهم راح تصير بالمستقبل. دوني المشتفات اذا ما نشحن ويا البيض ويا التور نحولهن ويا ذني، بس العلاج ما اقدر اشوف تعليقات هو ينزل العلاج. لا لا ما اقدر انزل العلاج وين حمار. هذا الحبر عيال شوفوا. اي ف احتمال الاسود نحولهن ويا البيض يصير النياشين، ان كلهم اسود اثنين بيض، العفو كلهم بيض اثنين اسود، بس العلاج لا مستحيله هالشغلتهن. وإذا طارن ونسنا ذني نزقن حلقي، بس ما أشتري بعد أرافل شباب، يعني 35 تك خير من الله. يعني من جبنا الأرافل لليوم مضيعين ثلاثة، واحد أول ما جبت طيور طار ضاع، وواحد من الشادات من الفرختين ذني اللي حولناهن يمكن ضايعتك، واحد هاي اللي اشتريناها من الجمباز بخمسة أمذيل. عندنا بعد فارغ هسه ذاك وين شوفوا هسه هم نطلعه خليه ياهن او صعد الموتر. نكمل الدرس بعد. اي اي صح والله صح. شنو جيت من هنا؟ هاي مطخة تخبو المطيار. بس حتى اذا انحرشنا ما يطير الاحتمال. شوفوا وين يجيني يحطون شباب. حتى الحبر ينزل عن حياته. مين عندنا طائرات؟ مين عندنا طائرات؟ جات تشوفون؟ ما عليه نجي إن شاء الله شباب. هذا الحبر حيحط. ما عليه نجي نحن متفلش خطية مخرطة نشوف على وجهك. وين رافلنا؟ حياتي انت رافل. يا رايني فد واحد اثنين يصعدن. حط نعلب صفنا. مو مشكلة. صعد عيني صعد. والله شباب ارقى دشر هذا هن جاب لنا والله مو بالي انا كان هاي الارافل هذا. هذا الفحل
مال الصيد ويمكن الطيارة مطخة وياه. هذا الدشار العالمي. هذا يعني يعتبر اول هدة للارافل شوية، بس هذا خلاكم شي افتح اشكالي، هذا فضلي لو يروح لو ما مرتاح لا ما اعرف ليش. هذا شو شوفوا، لقيته بالسطح وعفته جيت بهذا برج مال الصيد. كان المفروض انا من البداية اجيبه واشمره وياهي حالة من حالة. خلا افتح لي الباب واحد خطية. هاي هذا الدشار الصحيح، ارقى دشار عندنا هناك، لان يطير وفح الارافل لان يشوفون الارفل على الرزيه. هي هاي اللي بدت المطيار، شوفوا طارت هسه الطيره وياها. هذا طار وراح رجع يبهوت. هي هاي اللي انطلقت الشعله من يمها. اول هاد الرزيه فتحت الباب كان يطير، كان يطير وياها رفع القبر صعدا. والله قلت له رافل شغلة حلوة. بعد عندنا ستة هسه ذني الارافل كل اللي دي يطيرن مال ابو الكفاءات، الرجال ابو الكفاءات اللي جبناهن، بس عندنا ستة مال الولد ابو شهداء السيدية يمكن هيجي. هسه من بنطيرهن. فالف اختي يا شباب، هي اصلا برج الزواجل وما يعرفني طلعان. هم مصبوغة من مالاتنا العرف. يلا تروحي بابا. شوية زقيتها بالسرنجة الفختية خطية وحولتها هنا جوا الزواجل. زاجل عدا واحد بقده شلته خليته جوا غير الزاجل، هم عدا واحد بنفس العمر وخليت الفختية جوا واحد مؤقتا من على العصر. العصر اصعد لها اشوف شنو وضعيتها، راح الزق يزقنها ما يزقنها، اذا زقنها خير وبركة، ما زقنها اشوف امها بياعش احاول ارجع لي اياه. نسل البارحة من شفت وحدة ميتة ووحدة يعني جوا مش واقع، قلت يعني ما اعرف جزء امهات رايحات ما اعرف مصيودات ملزومات. طول جماعة الطيور يلزمون بيهن يسووهن اكل وهالسوالف، يعني ما يعرفون ذني جوان فرخات جوان ما تدري. بزونه شايلتها صقر شايلها، لان طيور مبينه ما زاقاتن يعني تاركاتن صارن فتره انجو صارن يوم هيك. شباب خليتها جوا هاي الطيره. تدبيت لي اكل على صفحه شويه طيور اكلتي، خليت لها شويه اكل. المفروض تروح الزخة يعني الزاجي شلون يلقط ولا يقدر صبره، خشن يدور خشن. بابا قاعد قلت هاي مين هاي شنو هاي مين هذا؟ ابو ابني شوف شلون شلون هسه شنو؟ حتنزل تاكل من جوا، هي هم لقلقة هسه مو هذا اكل يمك وانت اكلتي. شباب تحطون لايكات لو يجي على البركه، تحطون لايكات تكتبوا تعليقات. يعني تريد الزقه بس هو ما ادري يعني شلون يطلب اكل، هو خايف بس هي الطيره بيها مجال تصور الزقه. يعني حارشه تبغى مره مرتين حارشه ذاك راسه راس الالينكي. يلا دمد راسك تسوي لك الحركة. والله تيجي الزقطة شباب، وهذا الزاجل حنين. شباب نعطيكم اخبارها على المقطع القادم. حاليا احنا وصلنا لنهاية المقطع، ما اعرف اذا تخلون لايكات تشتركون لو هيك عايفيها بعد يومكم، هي قناتكم.
ان شاء الله ما نقصر وياكم. يلا شباب عيني وصلنا نهاية المقطع، نلتقي ان شاء الله بمقطع جديد، وتحياتي لكم جميعا.